اعطوني الفيديو مال فرانكو اللي طلع بالسلامه، شغل لي. وين الصوت؟ ام اللول يا خي، مبروك يا لول يا خي. يابا الو الو الو، فرانكو اللي طلع من السجن مو ام اللول. وقف 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 وقف، مو هذا الفيديو، مو هذا اللي وراه، فرانك اللي طلع من السجن. صدق هذا؟ اي عفية هذا. شغل لي صوت. كل احنا اخوته وياه. صدق تحكي انت؟ اخ والله قلبي. يا عمي يا عمي، اخوته وقرة عينك، ولا تخاف ما دام اخوته وياه. كل احنا تمام تمام. فرانكو ايش قال لك القاضي؟ شنو تهمتك؟ شو مسوي؟ اول شغله السلام عليكم كلكم. عليكم السلام. ثاني شغله ارجو من عندك اسئله سياسيه، ما اريد لان انا رجال ما داخل انت شعلك بالسياسه. تمام. قابل مخترع البيت الابيض. لا لا انا احترم الجميع، ما له علاقه بحد. بس شخصيا انا اليوم بهذا اللقاء لاغراض اثنين. اللي هي اول قبل كم يوم انت طلعت بلقاء وقلت فرانكو جاب الراقصات من الملاهي خلاهن ينقصن على على التيك توك، وهذا حق الرد لك مكفول. فانا جاي ادافع عن نفسي اليوم بقناتك المحترمه. نعم. واوصل وجهه نظري. نعم. ودفاعا عن نفسي للناس. زين، ليش ما نعدل الموضوع مثلا بدال ما شوف اكو بقانون الاعلام حق الرد مكفول بنفس المساحه اللي انا ذكرتك بيها؟ يعني مثلا اذا قد حكيت انا بدقيقتين راح اخليك تحكي دقيقتين واقول لك اشكرك في مال لا. تمام، احنا راح نعدل الموضوع. انا راح اخلي هذا الموضوع عباره عن حلقه لك بس باسئلتي واجوبتك. تمام اتفقنا؟ اتفقنا. يلا